بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عندنا وصفات ظريفه وسهله ومشاوي كده، ايه يعني مناسبه للحر، برضه هتعملي الحاجات على طول وطعمها بقى لذيذ. اول وصفه هنعمل كفته الحاتي المشويه. طريقتها يا جماعه سهله جدا، ناس كتيره جدا بتبعت لي رغم ان انا عملتها قبل كده وبنزلها موجوده على الصفحه، بس كانت من ضمن الوصفات اللي عليها طلب بشكل فظيع. فكفته الحاتي هنعملها دلوقتي مع بعض، هقول لكم التركات بتاعتها والحاجات اللي هنعملها فيها، سهله ولذيذه جدا. والوصفه الثانيه هنعمل الدجاج المسحب، وده برضو فراخ مشويه بس بقى دجاج يعني المسحب بقى اللي احنا بناكله في المطاعم. وصفته سهله جدا وطعمه لذيذ خالص. وطبعا هنقدمهم بقى ايه مع الرز البني، رز بسمتي بني، سهل برضو جدا مش هياخد ابدا اي وقت وهيبقى خطير. الحاجات كلها تتقدم مع بعضها مع طبق سلطه كده ظريف وبالهنا والشفا، هيعجبكم جدا. نقول بقى ايه اول وصفه، كفته الحاتي المشويه. بصوا يا شباب، معايا كيلو من اللحمه المفرومه. ضروري ان اللحمه المفرومه يكون فيها نسبه دهن مش اقل من 20% او 25%. الدهن بيدي طعم للكفته وبيخليها طريه وجوسي كده، يعني ايه مش ناشفه ومكتومه. فكده كده نوع اللحمه نفسه ان هو يكون فيه نسبه دهن، دي اهم حاجه في الكفته. تمام، لسه في حاجات تانية مهمه في الكفته، دي كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم البدايه، ان اللحمه تكون فيها دهن. ماشي يا جماعه، محدش يقول لي ان الكفته ناشفه ليه، دي حاجه. الحاجه الثانيه معايا بصلايه مبشوره ناعم، بصلايه كبيره حلوه كده على الكيلو، بتبشريها بالمبشره بشر ناعم خالص، وبتحطي عليها رشه خفيفه من الملح وتركنيها مثلا دقيقتين ثلاثه، هتنزل كل ميتها. هنعصر تفل البصل كويس قوي من ميه البصل، وهستخدم التفل في الكفته. ميه البصل مش عايزاها، تنفع في تتبيله الفراخ المشويه، ينفع في تتبيله البفتيك، بتتحط في اي حاجه تانية غير الكفته. بنحط بس بصل، تفل البصل المعصور. تمام، السر بقى من ضمن الاسرار المهمه الخطيره زي بتاعه الشارع بالظبط، هي معلقه صغيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في الطعميه، بتلاقيها عند العطار او موجوده في السوبر ماركت، وطبعا يعني انصحك ان انت تجيبيها من السوبر ماركت افضل، علشان بيبقى مكتوب عليها تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء. عايزين نهتم جدا بالنقطه دي، لان الواحد ما بيبقاش واخد باله وبيشتري وتبقى الحاجات مثلا صلاحيتها منتهيه او مسوسه او يعني مش صح، وبالذات في الحر اللي احنا فيه ده بيبقى في حاجات متخزنه غلط واحنا نشتريها واحنا مش فاهمين. فنركز قوي في موضوع تاريخ الانتاج والانتهاء بصفه عامه. ما عندكيش بيكنج صودا، ممكن تستخدمي البيكنج باودر، بس البيكنج صودا احسن. تمام كده، معايا رشه بقى من جوز الطيب، ملح وفلفل وفحم عشان نديها طعم الفحم، بس كده يعني ما فيهاش اي حاجه تانية اكتر من كده. ومن ضمن الحاجات بقى المهمه جدا جدا في الكفته غير اللي انا قلته ده، التسويه. التسويه والتسويه طبعا ده في كل الاكل، لو انت بتسوي الاكل بطريقه غلط هيديكي نتيجه مش حلوه ابدا. فالكفته بتدخل الفرن على درجه حراره 200، تمام، وبتاخد 20-25 دقيقه وبنشيلها، ما بسيبهاش في الفرن لغايه ما تنشف. وطبعا عشان هي فيها نسبه دهن فبتنزل عصاره بقى وبتنزل الدهون، لان الكفته كمان هتكش، تمام، هتنزل الدهون بتاعتها. فمش تستني بقى لغايه لما ترجع تشرب الدهون تاني والميه اللي تحت الكفته دي اللي نزلتها تنشف، واقوم بقول خلاص كده الكفته استوت واطلعها، دي كده خلاص هتبقى ناشفه، مش هيبقى ليها طعم، هتلاقيها بقى مضايقاكي وانت بتاكليها وناشفه كده ورخمه. لكن بعد 20 دقيقه بالكتير 25 دقيقه تطلعيها وتصفيها تماما من كل السوائل اللي هي نزلت منها، هتلاقي صباع الكفته كده ايه إلاستيك وظريف. ممكن ترجيها كده عشان ايه تاخد لونين من الجنبين تحت الشوايه في الفرن، يعني هتبقى ظريفه جدا، تطلع طعمها حلو ومظبوطه. خلوا بالكم قوي من الموضوع ده، انا اتكلمت كتير قوي. ادي اللحمه المفرومه، هنحط ملح وفلفل، ملح فلفل، اصل الكفته دي ناس كتير جدا متعقده منها رغم انها سهله، ولو اتعملت صح مش هتصدقي نفسك، استحاله تاكلي كفته الشارع دي تاني والله. لو احسن كبابجي في الدنيا هتلاقي نفسك بتعملي كفته رهيبه. ادي هنا بعصر التفل البصل خالص من الميه، وعايزه اخد بس التفل، التفل المبشور،
هنحط رشه من جوزة الطيب، ودي اختياري، لو مش عايزه تحطي ما تحطيش. وطبعا بقى ايه، البيكنج سودا، بيكربونات الصوديوم، وهنعجن بقى الكلام ده كده كله مع بعضه. تعجنيه بقى ايه، تعجنيه كويس. يفضل ان انت بعد ما تعجني اللحمه المفرومه بالبصل والكلام ده كله، كل اللي فيها ده، ان انت ايه تدخليها الثلاجه يعني ربع ساعه مثلا ولا حاجه، يفضل. ما عندكيش وقت خلاص نعمليها على طول، او ممكن ايه تعمليها وتشكليها وتحطيها في طبق وتغطيها بالاسترتش وتشيليها في الفريزر، يبقى عندك كفته جاهزه في الفريزر، لما تحبي تعملي تطلعي طبق كده يفك وتقومي مدخلها في الفرن يتشوي بس كده. بالمكونات اللي احنا حطيناها دي كده كفته الحاتي يا جماعه، مش هتفك ان شاء الله منك خالص وانتي بتصبعيها في السيخ ولا اي حاجه كده اهو بس كده. عايزه اشيل بس الاطباق دي من جنبي واجيب صينيه فرن، نجيب هذه الصينيه. طاه هنا كده جنبي. في اكتر بقى من شكل، في صباع الكفته التقليدي العادي خالص نصه، نجيب مثلا كده ايه سخين، علشان اتنين سيخ يعني علشان تبقى تخينة شوية، من ايه ونصبع عليها الكفتة كده اهو. نسبة الدهن كمان اللي في اللحمة هتساعدها انها ايه تبقى وانت بتصبعيها كده تلاقيها ايه تصبعت معاكي على طول، فالدهن في الكفتة ده مهم جدا. وطبعا طوليها شوية وتخنيها حبة، واعملي حسابك انها هتكش. ليه بتكش؟ عشان فيها دهن. كشت منك قوي قوي قوي، ده معناه ان نسبة الدهن في اللحمة عالية جدا. تمام اهو، ده كده شكل للكفتة. ممكن نطلعها من السيخ على طول اهو ونحطها نرصها في الصينية. ممكن نعمل حاجة تانية، ناخد لنا مثلا ايه كام سيخ بقى اكتر، مش اتنين بس مثلا، ممكن ناخد اربعة ونعمل الكفته اللي هي مبططه دي. هوريكم شكلها، يعني انا خدت اربع اسياخ كده هم كده جنب بعض. لازم نجيب كده شويه لحمه كمان كده. وهنبططها ازاي؟ يعني ايه، هنخليها واخده شكل كده ايه مبطط زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا شكلها ده، برضو بيبقى شكل ظريف جدا للكفته. وممكن تفضل في السيخ كده زي ما هي في الصينيه، او تشيليها مفيش مشكله خالص. انا بص مش هشيلها علشان اخليها محافظه على الشكل ده، وهبقى اشيلها بعد ما تتشوي كده اهو. تمام، نعمل واحده كمان. وفي اسياخ اصلا بتتباع مبططه كده بتبقى ظريفه، لو عندك منها مش هتحتاجي بقى تحطي كميه كده جنب بعض كده اهو. اهم حاجه بس خدوا بالكم من اللي انا قلت لكم عليه في المكونات وطريقه التسويه. وهاتي لحمه كده حلوه من مكان مضمون علشان ايه تطلعي كفتة تعملي بيها قلق اهو كده كده. نصبع بقى ايه برضو كفتة تاني برضو صوابع كده اهو. تطلع يا جماعة رهيبة، أنا بحبها جدا الكفتة البيتي اللي أنا ببقى عاملاها في البيت دي، بحبها جدا تبقى فظيعة. وهتلاقي كيلو اللحمة عمل معاكي مثلا
وطبعا حسب بقى الحجم اللي انت بتعمليه والتخن، من 9 ل 11 صباع كفته. تمام كده اهو، وانا بحب ايه اكبر صباع الكفته كده واطوله نظرا انها ايه هتكش. بس كده الكفته دي طريقه مامتي، تيتا اصوله. ازيك يا ماما؟ ايه اللي معلمها لي؟ بتعمل احلى كفته والله، طبعا بتعمل احلى اكل يعني، انا متعلمه منها كل حاجه. طبعا هي سامعاني دلوقتي وشايفه البرنامج، وانا لازم اقول الكلام ده عشان ايه تعدي الحكايه تعدي على خير. كده اهو تاكلوا بقى كفته مشويه ملهاش حل. بعد ما بتتشوي وبتطلع من الفرن بنولع لها فحمه علشان ايه تعمل طعم دخنه كده، وريحه دخنه بتبقى حلوه جدا. بنعمل لها الفحمه ازاي؟ بنجيب طبق صغير بنحط فيه معلقه زيت واحده بس، اوبس، معلقه زيت واحده بس، والفحمه بنسخنها على النار. اول ما بنلاقي الفحمه خلاص ولعت واشتغلت يعني بقت تمام، بتقومي حاطه الفحمه دي في الطبق اللي فيه معلقه الزيت وتغطي. طبعا الطبق ده مكانه فين؟ في وسط الكفته. تمام، وتغطي الالمنيوم فويل بالكفته مع الفحمه عشان ايه تاخد من الريحه ومن الطعم، بتاع مثلا 5 دقائق ولا حاجه بالكتير، وبتبقى خلاص تشيل الالمنيوم فويل بقى وتاكلي احلى كفته. انا كمان بحبها سندوتشات جدا، بعمل خلطه كده من البصل الاحمر مع معلقه كبيره من السماق وبقدونس، مش قادرة اقول لكم بقى بتطلع فظيعة. الكفتة اهو هعملها اهو بسرعة علشان نلحق ندخلها الفرن برضو، ووريكم شكلها مع الكفتة كمان اللي انا محضراها قبل ما نسجل. كده اهو ان شاء الله تعجبكم. كده اهو وسع كده بس مكان خلاص. هو اللحمه المفرومه اللي معايا دي قد ايه يا جماعه؟ كيلو ولا كيلو ونص؟ كيلو وربع مثلا. طيب كيلو 100 جرام، 167 جرام الدقه يعني، يعني دقه في المشكله جدا يا جماعه. ماشي انتوا بتلبسوني في الحيط، ماشي بيقولوا لي اي كلام. طب انا مش هاكلكوا كفته بقى، اخر كفتايه. طبعا الكفته دي يا جماعه تنويه بس بسيط، ملهاش علاقه بالكفته كرات الكفته اللي احنا دايما بنعملها، اللي احنا بنحط لها بيض وبقسماط والكلام ده كله. دي طبعا لا، ما ينفعش نعمل فيها كده، دي بتاعت الحاتي المشويه بس. واخر صباع كفته يا جماعه، نوسع كده. ايوه ندخره كده شويه كده اهو بس. ادي الكفته الظريفه، ندخلها الفرن درجه حراره 200 تتشوي وتتظبط. هوريكم شكلها وهي برضو خارجه من الفرن عشان اوريكم يعني الوقت المظبوط لشكلها وهي مستويه. وعندنا فاصل، عندنا فاصل دلوقتي، هنطلع الفاصل بسرعة جدا علشان بعد الفاصل عايزين نعمل بقى الدجاج المسحب ونشرح برضو ايه حكايته وبيطلع خطير ازاي، عشان كمان نعمل معاه رز بني. فاصل بسرعة جدا وسوف اعود، خليكم معانا ان شاء الله. انا جيت دلوقتي بقى هنعمل حاجتين، هنعمل الفراخ المسحب دجاج مسحب،
وهنعمل الرز البني الظريف اللي هنقدمه مع الدجاج المسحب وكفته الحاتي. هقول لكم الاول الدجاج المسحب. بصوا يا شباب، معايا فرخه منزوعه العظم. انت بتروحي للراجل بتاع الفراخ، هيجيب فرخه كامله وهيفتحها كده نصين زي ما هي موجوده عندي هنا كده في الطبق، وهيشيل منها العظم، تبقى مخليه تماما. تمام، هو ده فكره المسحب. مسحب يعني مسحوب منها العظم، فرخه من غير عظم خالص، بس محافظين على منظر الدبوس بتاع الورك مثلا، وتبقى الجناحات موجوده علشان يبقى ايه الفرخه كده ليها منظر، يعني ليها ماسكه، لكن الباقي كله لحمه من غير اي عظم. تمام كده، انا معايا فرخه. الفرخه دي عشان اتبلها محتاجه كوبايتين من الميه، ميه فاتره عاديه من الحنفيه، معايا ربع كوبايه من الخل، تمام، معايا ربع كوبايه من الزيت، 3 معالق كبار من معجون صلصه الطماطم، 3 فصوص من الثوم المفروم، مكعب مرق، تمام، معلقه كبيره من السماق، معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره من البابريكا، البابريكا المدخنه تديها طعم ظريف، وده بيتباع برضو، بابريكا بتتباع في اي سوبر ماركت وعند العطارين، رشه ملح طبعا، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وملح وفلفل اسود بس. خلاص، وصفه سهله جدا جدا وتتبيله بسيطه خالص ان شاء الله. بس انا عايزه ايه اوريكم، بس انا هعمل الخلطه بس الاول وبعدين هوريكم منظر الفرخه. نجيب هذه البوله ونجيب دورق الميه الظريف ده هنا، وهحط كوبايتين من الميه، ده كده كوبايتين ميه، ونجيب ايه، اين انت يا سباتيولا، اهي، تمام. هنحط ربع كوبايه من الخل وربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه خل وربع كوبايه زيت، معايا بقى ايه معجون صلصه الطماطم، هنحط كده، هنحط الثوم والبابريكا المدخنه والسماق والكاري ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وطبعا ملح وفلفل، نحط ملح ونحط الفلفل الفلفل، تمام، يتبقى مكعب المرق، ايه هفتفته كده بالتتبيله واقلب كل الكلام ده كده اهو، اقلبه بس كده كويس عشان الحاجات كلها ايه تختلط مع بعض، تختلط مع بعضها كده اهو. بس كده نشيل الكلام ده كله ورا هنا، نفضي مكان، وادي الدجاج المسحب. بصوا بقى الفرخة اهي متشال منها تماما العظم، بصوا، ومحافظين على شكل الدبوس كده ومنزوعة العظم خالص، وطبعا الجناحات الموجوده برضو عشان تبقى ليها ايه ليها كده ماسكه اهو زي ما انتم شايفين، ظريفه جدا جدا، وبالجلد بتاعها وكل حاجه. هاخدها احطها في التتبيله الظريفه اللي احنا عملناها دي كده اهو، وطبعا زي اي حاجه بتتبليها بتبقى محتاجه تاخد لها شويه وقت علشان ايه تشرب من الطعم. فيا سلام بقى لو انتي عاملاها وتسيبيها في التلاجة مثلا من بالليل ولا حاجة، هتبقى تحفة جدا، تبقى خطيرة. طبعا احنا ما عندناش هذه الرفاهية، نشيل بس الطبق ده كده ورا عشان نحطها في الصينية وندخلها الفرن. بس كده، بعد ما تاخد وقتها
تشيليها بقى كده اهو، ونحطها في الصينية كده ونفردها. نتني الجناح بس كده اهو كده، نحط شوية من الخلطة كده عليها من فوق، وادخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. هتاخد لها تقريبا ساعة، ممكن ساعة الا ربع يعني، في الحدود دي كده مثلا ولا حاجة. فتفت المكعب ده بيديها طعم ظريف، هتلاقيها ايه اتشوت واخدت لون ظريف خالص، وبالهنا والشفا. بس كده انا هدخلها الفرن علشان نبتدي في الرز البني اللي هنقدمه مع المشاوي. نحط ده هنا كده، بناخد الفرخة المسحبة الظريفة دي على الفرن. بس كده ممكن برضو نولع لها فحمة زي ما هنعمل مع الكفتة عشان برضو تبقى مدخنة كده وظريفة. اقول لكم بقى دلوقتي احنا قدامنا وقت قد ايه عشان انا هبتدي في الرز. قولوا لي يا شباب كده. تمام، يلا بينا نقول مقادير الرز البني بتاع المشاوي. معايا كوبايتين من الرز البسمتي، تمام، حبة كبيرة. معايا معلقة كبيرة من السمنة، انا مسخن الحلة عشان ننجز وقت كده. عارفين بقعد ارغي وبعدين استنى بقى لما الحله تسخن والحلقه تبوظ. معايا كوبايتين من الرز البسمتي، معلقه كبيره من السمنه، معايا بصلايه كبيره مبشوره ناعم، فصين من الثوم المفروم، مكعب مرق، ملح وفلفل، ونص معلقه صغيره من الكمون، او مش نص يعني ممكن نقول رشه خفيفه جدا من الكمون. معايا معلقه صغيره من السبع بهارات، معايا برضو معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من البابريكا، ورشة برضو خفيفة من القرفة، ومية سخنة علشان نسوي الرز وبس خلاص، مش حاجة تاني أكتر من كده. نجيب بس هذه الأشياء كده جنبنا كده اهو. خلاص اهم طولت الحاجات اهم جبتهم، كانوا بيبقوا بعيد قوي هناك كده كانت تبقى حوسة. انا عايزه انضف بس هنا كده هذه المنطقه بس كده. ايه الاخبار يا حله، عامله ايه؟ نجيب هذه الاسباتيولا الظريفه، وهنحط بقى السمنه، وهنحط مع السمنه زيت. الرز ده ايه القصه؟ بصوا، الزيت بيخلي الرز مفلفل، والسمنه بتدي طعم غني كده وظريف جدا للرز، فانت لازم تحطي الاثنين سمنه وزيت. بس كده دي اول حاجه. لسه برضه الحله ما سخنتش بعد كل ده. هنحط اول حاجه البصل، وهنحط عليه بقيه التوابل بقى كلها ومكعب المرق، واخر حاجة هضيفها هتكون الثوم، وبعدين على طول الرز كده. تعالي يا بصل، تعالى يا بصل قصدي، مش تعالي، تعالى. ايوه، او تعالي يا بولة البصل اساس. ايوه صح، تعالي يا بولة البصل، او تعالى يا بصل غير كده. بس كده عايزه اشم ريحه البصل وياخد له تشويحه كده ظريفه. هو مبشور ناعم علشان وانا باكل الرز بس ما احسش بيه قوي ان في حتت كده من الايه من البصل، يعني هو مبشور بيبقى افضل. وعايزينه يغمق سنه خفيفه علشان يعمل لنا اللون الحلو في الرز. هو بس كده يشد حيله شويه معايا، ربنا يسهل، ويسخن شويه كده. ممكن نشيل الحاجات دي، نفضي كده، نروق الدنيا هنا. انا احب اروق قوي يعني. قال يعني بحب اروق قوي. بصل، يلا يا بصل، ابتديت اشم ريحته شويه. يا سلام،
عايزاه بس يلون خفيف، وبعدين احط له باقي التوابل. الرز ده بقى هيتفرد، هنفرده بقى دلوقتي كده في طبق كبير، نحط عليه شويه المشاوي، ممكن بقى كمان نحط عليه شويه من الخضار المشوي زي الفلفل مثلا، فلفل رومي، فلفل حامي، طماطم، عشان يبقى فيه شويه كده مشاوي ظريفه مع الرز، ومع طبعا كفته الحاتي والفراخ المسحبه. اهو السمنه ريحتها طلعت مع البصل بقى، ايه خطيره. فعلا والله المقولة بتاعت البني ادم اللي بيطبخ ما بيقدرش ياكل كتير، الكلام ده صح. الواحد من كتر ما بيشم روائح الغداء والاكل والكلام ده واقفة في المطبخ، تلاقي نفسك في الاخر ايه بتاكلي حاجات بسيطة، غير اللي بيبقى قاعد بقى وشامم الريحة من بعيد وجعان جدا. يعني هتلاقي مثلا هتلاقوا كل الناس معايا هنا كلهم بقى رفيعين قوي، محدش ابدا يعني كلهم كده نسمة. انا اللي باكل الاكل مش هما. سلام. ايوه يا بصل، البصل اهو كده ايه ظريف جدا. نحط بقى ايه التوابل، احط اول حاجه السبع بهارات، احط الكركم. بصوا انا بقى هبتدي بقى اقول اي كلام بقى دلوقتي، استنوا انا حطيت السبع بهارات والبابريكا كده، وهنحط رشة من جوز الطيب، هنحط الكركم والكزبرة الناشفة، مكعب مرق. الله على الريحة يا جماعة. فاضل الثوم هخليه بس في الآخر، من الحاجات دي بس كده ايه تتشوح مع بعضها. كل الكلام ده بقى هيعمل الرز لون البني، تمام. كل التوابل الظريفه اللي احنا حطيناها دي، بصوا فظيعه ازاي الريحه، مش قادره اقول لكم الريحه تحفه. نحط بقى الثوم، فص ثوم واحد بس كده، هشم ريحته برده، وبعدين اقوم حاطه الرز فورا. سلام على الريحة يا جماعة، مش معقولة الريحة، الريحة تدوخ يعني رهيبة. ادي الرز البسمتي بقى الظريف كده اهو. الله الله الله، بس كده سواء الجمال. كده اهو، وضروري بقى ايه نسقيه بميه سخنه بتغلي. ان شاء الله الكاتل هنا يكون فيها ميه سخنه. ايوه فيها ميه سخنه. هحط لها بقى ملح وفلفل، ملح فلفل، وتقليبه كده كمان، وعلى طول الميه السخنه، ونسيبه بقى يستوي عادي خالص بالطريقة العادية. لو انت حابة ان هو يبقى فيه شوية مكسرات، ممكن مع تشويحة البصل واللي احنا عملناه في الاول، بعد ما تحطي التوابل ممكن تحطي بقى مثلا عايزة زبيب، عايزة تحطي لوز، عايزة تحطي اي مكسرات براحتك، يعني هي دي المرحلة اللي تقدري تحطي فيها المكسرات. مية سخنة كده اهو. بس كده يا سلام يا سلام. تمام. انا كل اللي انا عايزاه بقى اللي يحصل الرز احس ان هو اتشرب شويه من الميه اللي احنا حطيناها، وهقوم مغطيه الحله وحطاها على نار هاديه اوطى حاجه لمده ربع ساعه 15 دقيقه مثلا او 18 دقيقه بالكثير، يكون الرز بقى استوى وبقى مفلفل ورهيب. بتحط بقى ايه تحت المشاوي الظريفه. احنا دلوقتي بقى عندنا فاصل، هلم الكلام ده كله
ونطلع فاصل بسرعة جدا، احنا خلصنا كل الوصفات، عايزين بقى ايه نغرفهم ونقدمهم وان شاء الله يا رب يعجبوكم. ففاصل بسرعة بقى جدا، ها، وسوف اعود ان شاء الله، خليكم معايا. انا جيت عايزين بقى نطلع الكفته اللي انا عملتها معاكم، وانا اوريدي محضره كمان كفته والدجاج بقى كمان المسحب الخطير. عايزه بس اطلع اللي في الفرن الاول عشان اوريكم شكلها. ده تمام جدا، بصوا بتنزل كل الدهون بقى اللي فيها، تبقى بقى ايه ظريفه جدا ومستويه، وريحتها بقى ايه فظيعه، ومش قادره اقول لكم بقى ريحتها تحفه، خطيره خطيره جدا. والرز كمان خبرك ايه، رز رز خلاص جاهز اهو، على ان هو ايه نغرفه على طول. هجيب الطبق بتاع التقديم، طبعا زي ما قلت لكم انتوا تقدروا الكفته تولعوا لها فحمه علشان تبقى ايه بطعم الفحم كده. نجيب الرز، هنحط الاول الرز، الرز البني الظريف بتاعي، بصوا جميل جدا تحفه، نفرده كده، فلفل وتحفه، ظريف جدا وسهل خالص، ان شاء الله تجربوه يعجبكم كده اهو. بس كده عندنا ايه بقى، الكفته. انا معايا هنا برضو شويه كفته كده ظريفه، وكمان الدجاج المسحب اهو. احنا ايه ممكن نشيل الكفته دي، انا عايزه القرمه دي اقطع عليها الدجاج المسحب كده اهو، عشان نوريكم الموضوع ايه بالظبط. نجيب سكينه، ماشي يا سكينه، نجيب هذه الدجاجايه الظريفه هنا كده على القرمه، نقطعها كده مثلا، ناخدها ونحطها هنا كده ايه مع الرز، تمام. ومثلا ممكن ايه نعمل دي كمان كده مع الرز، ومعانا بقى الكفتة اللطيفة، نفردها كده عشان تعمل شكل حلو اهو. طبق بقى ايه مشاوي خطير، هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله كده اهو. الكفته بقى اللي هي ايه احنا مبططينها دي، خدها برضو كده نشيلها كده من الاسياخ، نقدمها معايا برضو هنا الدجاجايه الحلوه دي، برضو نقطعها كده كده اهو. شويه بقى من الخضار المشوي الظريف، هن ايه هنخوط على الكلام ده كده علشان يبقى خطير خطير جدا كده اهو. وايه نحط كمان ده كده، والفلفل بقى ايه الحامي بقى كمان المشوي اللطيف، عشان تبقي عملتي بقى طبق مشاوي عبقري. نحط ايه هنا كده، برضو معانا بصل مشوي، نظهر بس المشاوي اللي احنا ايه عاملينها كده في الطبق، هتعمل لون حلو جدا وتجوع. بس كده يا شباب، وبقى ايه القليل جدا من البقدونس
على هذا الكلام، على هذا الكلام الفظيع اهو. طبق عالمي هيتاكل حتى تكبتتك بالهنا والشفا. نودي بقى هنا كده، هذا الشكل الظريف، يا رب ان شاء الله يعجبكم. انا ايه هعمل الخلطه كده بسيطه، بحب دايما اكلها مع الكفته. طبعا الكلام المشويات الحلوه دي عايزه اكيد سلطه الطحينه كمان تقدموها معايا، يعني افكار بقى قدموا زي ما انتم عايزين. انا بس ايه هعمل خلطه كده ما بين البصل والسماء والبقدونس، هحطها في بوله كده صغنونه، شكلها ايه ظريف جدا. هنا كده حط حلقات من البصل الاحمر، عليها شوية من البقدونس، ومعلقة من السماء، كده اهو عشان ممكن ايه نحطها هنا كده وايه الكفتة اللي احنا عاملينها دي انا ايه هخليها همررها كده على الدهن اللطيف عشان يديها لمعة. بصوا يعني الكفتة من نفس الدهن اللي هي فيه بتاع الصينية، همررها كده بصوا عشان يديها لمعة ظريفة مكان البهاريز بتاعة الكفتة، عشان هي بردت شوية يعني عشان تديها لمعة حلوة كده اهو. تلاقوها بقى ايه خطيرة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. خلي بالكم بس ان الكلام اللي انا قلته لكم في المقادير بتاعتها علشان تطلع حلوة لو سمحتوا. اخر واحدة ونكتفي بهذا القدر بس كده. ان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتقدروا تعملوا الوصفات بسيطه ما فيهاش اي حاجه وكاننا اكلنا بره بالظبط كده اهو. بس كده عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا مع بعض اول حاجه كانت الكفته، كفته الحاتي المشويه، كفتة بسيطة جدا وسهلة. قلت لكم كل التريكات اللي تقدروا تستعملوها علشان تضمنوا ان الكفتة تطلع معاكم ناجحة ومظبوطة زي الحاتي بالظبط. والوصفة التانية عملنا الدجاج المسحب المخلي من العظم، تتبيلة سهلة جدا وطعمه ظريف خالص ومخدش ابدا اي وقت، ومكونات كلها موجودة عندنا في البيت. والوصفة التالتة كانت الرز البني بتاع المشاوي اللي احنا فردناه تحت المشاوي الظريفة دي، وصفته برضو سهلة جدا ومكوناته بسيطة، بس هتغدوا بقى غدوة خطيرة كأنك رحتي ايه عند الحاتي كلتي الأكل الظريف ده. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وتجربوا الوصفات، واستنوني بكرة بقى ان شاء الله. باي باي. هذا البرنامج برعاية